بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نتحدث اليوم عن موقع جوميا وحكم الربح منه. اعتدنا قبل أن نعرض لحكم الربح من موقع أو شركة أن نعرف به تبعا للقاعدة الفقهية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عليه نبدأ بتعريف موقع جوميا، والذي يعد واحدا من أهم وأكبر المتاجر الإلكترونية في المنطقة العربية والإفريقية، بل هو من أهم وأشهر المتاجر على الإطلاق بالنسبة للمصريين، إذ يحتوي على العديد من المنتجات الملموسة والتي تغطي الكثير من الاحتياجات الإنسانية اليومية والحياتية. المنتجات في موقع جوميا مقسمة وفقا لمجموعة من القطاعات أو التصنيفات، فيوجد قسم خاص بالأزياء والملابس، وهي منتجات يتم شحنها من الخارج، وقسم خاص بالإلكترونيات يحتوي على كل ما يختص بالأجهزة الإلكترونية من أجهزة الكمبيوتر، اللابتوب والإكسسوارات الخاصة بها، والتلفزيونات والريسيفرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وآخر يهتم بمنتجات العناية بالبشرة والعطور والمكياج، وقسم لمنتجات العناية بالأطفال، وكذلك قسم خاص بالأجهزة الكهربائية والمكاتب وكل أنواع العفش. كذلك يوجد بها قسم يهتم بالمأكولات والمشروبات والمنظفات وغيرها من الأقسام الأخرى. أما عن الربح من موقع جوميا، فهناك ثلاثة طرق للربح منها. الطريقة الأولى هي ما يعرف بجوميا أفلايت بروجرام، وهي الأهم والأكثر شهرة للربح من موقع جوميا، وذلك من خلال برنامج التسويق بالعمولة الخاص بجوميا. تتلخص فكرة التسويق بالعمولة من جوميا بشكل عام على مشاركة الأرباح بين صاحب المنتج، وهي الشركة، والمسوق. فهناك صاحب منتج أو خدمة يتيح للمسوقين الاشتراك في البرنامج التسويقي مقابل عمولة، وكل عملية بيع ناجحة تتم من خلال المسوق، يحصل المسوق على عمولة متفق عليها من قبل بين صاحب الخدمة أو المنتج والمسوق، والتي عادة ما تكون نسبة مئوية من سعر بيع المنتج أو الخدمة. الطريقة الثانية للربح من جوميا، وهي من خلال الاشتراك في برنامج جوميا فورس، فتكون استشاري مبيعات بشركة جوميا. من خلال هذا البرنامج سوف تحصل على عمولات نظير كل عملية شراء تقوم بها من حسابك الخاص، حيث تصبح الشخص الذي يساعد العملاء على تنفيذ طلبات الشراء بدلا منهم. تتمثل فكرة الربح من الاشتراك في جي فورس ببساطة في أنه بعد أن تقوم بعمل حساب تصبح استشاري مبيعات، تقوم بالوصول لأشخاص يحتاجون لمنتجات موجودة على متجر جوميا، ثم تقوم بطلب هذه المنتجات من جوميا من خلال حسابك، فيتم توصيل المنتج على عنوانك الخاص أو على عنوان المشتري الفعلي، وذلك على حسب اختيارك. بعدها تحصل على عمولتك عن عملية البيع، وهو يعمل بنظام الرتب، فكلما قمت بعمليات شراء أكثر كلما حصلت على ترقية، ومن ثم تزداد نسبة العمولات الخاصة بك. الطريقة الثالثة من طرق الربح من جوميا هي من خلال البيع على جوميا. في هذه الطريقة تكون أنت صاحب المنتج وتقوم ببيع المنتجات من خلال موقع جوميا، وذلك نظير رسوم تقوم بدفعه لموقع جوميا، نظير السماح لك بوضع منتجاتك على الموقع والبيع من خلاله مباشرة. هذه الطريقة بالطبع مختلفة تماما عن الطريقتين السابقتين، وهي غير مناسبة للجميع، لكنها تمثل فرصة ممتازة لكل صاحب منتج يريد تحقيق مبيعات جيدة. بعد أن عرضنا لتعريف موقع جوميا وطرق الربح منه، نجيب عن السؤال الأهم وهو الغرض من عملنا هذا، وهو حكم الربح من موقع جوميا. وحتى تكون الإجابة أكثر دقة، نعطي حكما لكل طريقة من الطرق الثلاثة من طرق الربح بحسب ما عرضنا لها. الطريقة الأولى اتفقنا أنها كانت طريقة الربح من خلال التسويق بالعمولة، وقد عرضنا حلقة على القناة عن حكم التسويق بالعمولة، سأترك رابطها في صندوق الوصف، وقد خلصنا فيها إلى جواز البيع بالعمولة طالما أن السلعة المباحة حلال وتم الاتفاق على نسبة السمسرة أو العمولة، وأن دور الوسيط هنا هو دور السمسار. الطريقة الثانية من طرق الربح من جوميا، وهي من خلال الاشتراك في برنامج جوميا فورس،
وقلنا إنه تكون باشتراكك استشاري مبيعات بشركة جوميا. هذه الطريقة عليها عدة ملاحظات. الأولى، إن كان الاشتراك بمقابل، أي إنك تدفع مبلغا ماليا مقابل الاشتراك في البرنامج، ثم إن نجحت في البيع تحصل على عمولة، وإن لم تستطع جلب مشترين فلا ربح لك، فهذا لا يجوز، لأنه باب من أبواب الغرر، حيث إنك تشتري لتحصل على مال أكثر، وهذا قد يتحقق وقد لا يتحقق، فيكون غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. الثانية، أن يتم إرسال المنتج من الشركة إلى عنوان المشترى له دونك، فهذه الصورة قريبة الشبه بالدروب شيبينج، وقد عرضت على القناة حلقتين عن الدروب شيبينج، الأولى بعنوان الدروب شيبينج، بيّنت من خلالها حكم الدروب شيبينج، والثانية بعنوان أسرار الربح الحلال من الدروب شيبينج، سأترك رابطهما في صندوق الوصف. أما الطريقة الثالثة من طرق الربح من جوميا، وهي أن تعرض منتجك للبيع من خلال موقع جوميا مقابل رسوم تدفعها للموقع، وهذا جائز لا شيء فيه. هذا الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير، نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.